خسارة غير متوقعة لليفربول النهاردة قدام نوتنغهام فورست. خسارة يعني مش في الحسبان، ويتحملها أنا شايفها في المقام الأول يورجن كلوب اللي بدأ بداية مش متوقعة، بداية بتشكيل سيء جدا. وأولهم يا جماعة، وده السؤال اللي كنت صلاح أساسا ما ينفعش يلعب غير جناح يمين، يلعب في الجهة اليمين، ما ينفعش. صلاح متعود يروح بوشه وياخد الكرة وبسرعات وبيدوم للداخل، بيعمل مشكلة كبيرة جدا. مش عشان في كرة عدت في ماتش أو ماتشين يبقى صلاح ينفع كراس حرب، صلاح ما ينفعش كراس حرب. النهاردة ليفربول بيلعب ناقص واحد اللي هو محمد صلاح النجم الكبير. محمد صلاح مع منتخب مصر مع أي حتة في الدنيا، محمد صلاح ما ينفعش يكون راس حربة جنب فيرمينيو. أنت لعبت اتنين راس حربة النهاردة، صلاح صريح معرفة. صلاح مش من اللعيبه اللي تقدر تاخد في المساحات بتلف بظهرها في كل وقت، لا بزحمه، وخصوصا ماتش انت بتلعب نوتنغهام فورست، الفرقه بتلعبك 11 يعني 10 في ورا كوره، الفرقه كلها ورا كوره، يعني بيدافعوا بال 11 لعيب، حارس مرمى قدامهم 10 في نص ملعب نوتنغهام فورست، وكانوا بيعتمدوا على الاعتماد كلي على الكرات الهجمات المرتده. فانت النهارده لعبت تشكيل سيء جدا. انا كنت شايف محمد صلاح يطلع اليوت ويلعب محمد صلاح في اليمين وتنزل. انت النهارده نزلت هندرسون، هندرسون كان المفروض يكون موجود في نص الملعب، يعني انت في نص ملعب تبني نص ملعبك وتلعب ضاغط على نوتنغهام فورست، وتلعب عادي فيرمينو كراس حربه وصلاح في اليمين، وتعمل سرعات وتعمل انطلاقات، هيبقى في شكل ليفربول. لكن انت بدايه التشكيل خاطئ جدا، وخساره كانت يعني هتكلفك كتير. انت كنت بدات تدخل في المود، وبدات ماتش المان سيتي وكسبت ماتش كمان بعده، بدات تدخل في فورمه الفوز، وده معنويا بيعليك. انت بتفكر في ماتش اياكس ومش مركز في الماتش ده. انت خرجت اليوت وخرجت منه وخرجت كارفالو. وعلى فكره يا جماعه عشان نبقى متفقين، الجهه اليمين كان صلاح وارنولد، جابها قويه جدا صلاح مع ارنولد، وفي الشمال كان دايما روبنسون قدامه دياز. دياز برضو غيابه مش موجود النهارده مؤثر جدا، دياز لعيب مؤثر بسرعاته وبياخد الخط صح، بيضم للداخل، بيعمل جبهه قويه جدا. والله يمسيه بالخير بقى كان ماني ممكن يلعب في اكتر من مكان، توديه في الشمال هيلعب مركز 10، هيلعب راس حربه ممكن يديك. لكن انت النهارده بتلعب محمد صلاح، لو انتوا خدتوا بالكم، وده سؤال ليكم، محمد صلاح اتظلم النهارده في المباراه ديت، اتظلم انه يكون موجود كراس حربه من البدايه. ما ينفعش محمد صلاح. ولعبت النهارده ميلنر وجوميز وفان دايك وروبنسون، ونص الملعب اليوت وفابينيو وجونز وكارفالو. كارفالو يا جماعه شايفه ضعيف جدا مع احترامي الشديد، مش هو كارفالو، وصلاح وفيرمينو تمام، وطبعا اليسون بيكر اللي شال ياما على 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 ليفربول وعمال يشيل. المباراه النهارده انت صعبتها، انت الفرقه بتلعبك دفاع منطقه بيعتمدوا اعتماد كلي، وخطف جول طبعا في الدقيقه 55 اوني. الفكره انك انت الماتش انت اللي وديته كده، انت اللي صعبته على نفسك. بعدين نزلت ارنولد ونزلت هندرسون، دول كانوا من الصبح يكونوا موجودين، بدايتك من الصبح تبني نص ملعبك. وكان انت قاعد مع دونيز، دونيز انا شايف اذا فيرمينو بيبقى حلو جدا لما يبقى لوحده وحد تحته، لما صلاح بيدخل معاه بيلعب جناح بتلاقي محمد صلاح جاي من ورا بيباصي بيضم مع الوان تو هات مع 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 فابينيو، كان بيبقى جبهه قويه. حتى كمان في انت بتخفف الضغط عليك، بتفتح يعني زي منفس كبير في الجهه الهجوميه من الجهه اليمين. لكن انت صلاح ميت واقف نص راس حربه ما بيتحركش، ومع احترامي مش متعود على المكان، محمد صلاح ما ينفعش يكون راس حربه. فانت ما تظلموش، مع احترامي انت اذا كنت احسن من احسن خمس لعيبه في العالم او احسن ثلاث لعيبه في العالم، لكن برضه ما تقدرش تديني كراس حربه. هو ما تعودش ان يكون كراس، ما ينفعش تجيب ليونيل ميسي تحطه يلعب باك رايت، مش هينفع، ولا كريستيانو رونالدو تقوله يلعب نص ملعب، مش بتاعته. ده محمد صلاح اتولد على انه يلعب في الجناح، حتى مع منتخب مصر يمين، لما توديك اعتمد عليه مع المنتخب ما بيديش كراس حرب، مش هينفع يديك كراس حرب. فانت النهارده حاطه مع فيرمينو الاثنين مقتولين، ومفيش اجنحه، انت بتلعب فرقه مليانه، فرقه بتدافع ب 10 لعيبه، فانت لازم يكون نص ملعبك جامد. يعني انت لو نزلت هندرسون وطلعت اليوت وصلاح راح في اليمين، انت ظبطت الشكل، ظبطت الشكل. وطبعا ميلنر كان طلع التغيير ده كان من الصبح، وارنولد نزل كان الشكل اتغير خالص، كان شكلك اتغير خالص، لان انت هتفتح حتى من الجبهه، والفرق الدفاعيه دي بتكتلاتك، والفرق ليفربول بتعرف تلعب ال1 2 وال1 3 والاجنحه. النهارده كارفالو مش موجود يا جماعه، كارفالو مع احترامي الشديد لو شفنا فريق النهارده كل ليفربول مش موجود النهارده. التشكيل بدايته غلط، عم كلوب الظاهر عامل دماغ ولا ايه، مش مونون النهارده اللي اتحمل الخساره انا شايفها يورجن كلوب، والطريقه اللي لعب بيها غلط، وبدايه الماتش انت طمعت ما احترمتش نوتنغهام فورست من البدايه، ما احترمتهاش، ودي نتيجتها اتلبيت واحد.
ليه؟ لان انت ما احترمتش الفرقه من البدايه. انت لو مناسب عامل احترامك للفرقه كنت جام فرص، لا هتلعب صح، هتوقف لعيبتك صح، هتلاعب. انت مش لازم تجرب صلاح قدام بركه السابع، ده صلاح بيلعب، انت بتلعب دوري انجليزي اخر فرقه زي اول فرقه، ما فيش فيها توقعات، الفرقه كلها بتلعب على المكسب. فانت النهارده ظلمت ليفربول بالتشكيل الخاطئ من بدايته. انا كنت زي ما بقول يطلع اليوت على فكره يا جماعه بيضم للداخل، ما فيش جبهه خالص، هو ورا ميلنر مش بتاع الخط، تمام. فانت لما طلعته ونزلت ارنولد، كان محمد صلاح يلعب مكان اليوت وينزل هندرسون في نص الملعب، ترتب اوراق، تنقل، تمسك كوره مع فابينيو، تبدا وبرده يا جماعه النهارده الكانترا برده فين؟ ده الدماغ الوحيده اللي بيقدر يعمل سرعات يا جماعه. في لعيبه كده في ليفربول في كل خط لازم الكانترا ده لازم يكون موجود مع في جنب فابينيو، الدماغ ويباص يمين وشمال، عنده سرعات، عنده فكر. عندك ارنولد اذا رجع لمستوى ليفربول عالي، دياز لو موجود في شكل تاني. فانا شايف النهارده التغيير والتشكيل من بدايته غلط، ونتيجه يعني صادمه لجماهير ليفربول. المفروض انت ماتش النهارده كنت ضمنته ثلاث مكاسب ورا بعض، فرقوا معنويا معاك، لكن ده هتبدا تاني تنزل غلط. فانا بقول اللي اتحمل النهارده الخساره يورجن كلوب، لانه ما احترمش من بدايه التشكيل نوتنغهام فورست، والتشكيل غلط، وجود محمد صلاح كراس حربه كارثه كبيره. التشكيل من بدايته فوز مستحق نوتنغهام فورست، وبدا يلعب على المرتدات وراح اكتر من مرتده، وكان ممكن النتيجه تزيد جدا. المهم اذا عجبك الفيديو لايك وشير كومنت، وهارد لك يا ابو صلاح، شير الفيديو. السلام عليكم.